السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنبدأ معاكم إن شاء الله النهاردة الحلقة الرابعة لمادة الأحياء. بنبدأ بإذن الله النهاردة الليبيدات المعقدة والليبيدات المشتقة. كنا خلصنا الليبيدات البسيطة وقلنا التلات أنواع بتوعها. نراجع مع بعض الحاجات اللي فاتت كده بسرعة: زيوت ودهون وشموع. خلاص وعرفنا الفروقات بتاعتها واستخداماتها، وقلنا الاستخدامات ده هتفيدنا في أهمية الليبيدات النهاردة إن شاء الله. نبدأ مع بعض النهاردة رقم 2، الليبيدات. الليبيدات واتفقنا اسمها الليبيدات أو اللايبيدات، 2 صح. الليبيدات المعقدة، المعقدة الليبيدات المعقدة طبعا بيدخل في تركيبها كربون، هيدروجين، أكسجين. ملاحظين التلاتة دول مشتركين بالإضافة إلى نيتروجين وفوسفور. نيتروجين وفوسفور، احنا خدنا المرة اللي فاتت واحنا بنقسم الليبيدات قلنا المثال هنا الفوسفوليبيدات. الفوسفوليبيدات، الفوسفوليبيدات بتختلف عن جزيئات الدهون في استبدال الحمض الدهني رقم 3. احنا اتفقنا كان التركيبة الرئيسية فاتي أسيد وعملناها كده بالنص، فاتي أسيد يعني حمض دهني رقم 1 في رقم 2. قلنا رقم 3 هنا بقى يتم استبداله بمجموعة فوسفات وكولين. ده الاختلاف عن الايه؟ تركيب جزيئات الدهون الأخرى. يبقى تاني، يشبه تركيب جزيئات الدهون مع استبدال الحمض الدهني الثالث، الحمض الدهني الثالث في الدهون بمجموعتي الفوسفات والايه؟ والكولين. خلاص، يعني خلاصة هذا الكلام انه يتكون من 2 حمض دهني، 2 حمض دهني وجزيء الجليسرول زائد مجموعة فوسفات زائد مجموعة كولين. نركز او كده برضو لان دي مهمة، يعني ممكن يقول لي ما هي الليبيدات التي تحتوي على حمضين دهنيين فقط. طبعا هي الفوسفوليبيدات، لان الاحماض الدهنية كلها في الليبيدات تتكون، او الليبيدات بصفة عامة التلات انواع بيتكونوا من تلات احماض، وقلنا مترتبين وشرحتهم في الحصة اللي فاتت. تلات احماض مرتبطين مع جلوسرول، مع جزء جلوسرول، وقلنا الجلوسرول بينتهي ب OH فقط في الاخر. خلاص، يبقى الجلوسرول بينتهي ب OH، وعندي بناخد H من ايه؟ من الحمض الدهني، وبيتم نزع ايه؟ جزيء مية. يبقى فيه تلات جزيئات مية بينتزعهم عشان يحدث تركيب الليبيدات زي ما خدنا الحلقة الماضية. يبقى الوقت ايه الفرق ما بين الليبيدات المعقدة والليبيدات الاخرى؟ الليبيدات المعقدة ممثلة في الفوسفوليبيدات. الفوسفوليبيدات بنقول يتم استبدال الحمض الدهني الثالث بمجموعة فوسفات وايه؟ وكولين. يبقى فاتي اسيد او الحمض الدهني الاول والثاني زي ما هو، الثالث تم استبداله بمجموعة فوسفات وايه؟ وكولين. والنتيجة النهائية ان الليبيد الذي يحتوي على 2 حمض دهني وجزيء جلوسرول هو الليبيدات المعقدة، اي الفوسفوليبيدات. طبعا ديت موجودة في اغشية الخلايا النباتية والحيوانية. يبقى الفوسفوليبيدات موجودة في الباب الثاني ان شاء الله ناخدها في تركيب الغشاء البلازمي في الخلية الحيوانية والنباتية، في الخلية الحيوانية والنباتية. نركز في المعلومات دي مهمة جدا. نيجي للليبيدات اللي بعد كده، الليبيدات المشتقة، ودي رقم 3. الليبيدات المشتقة وهي ناتجة عن التحلل المائي للليبيدات البسيطة والليبيدات المعقدة. يعني ايه تحلل مائي؟ يعني الاتنين بيتحدوا مع بعض مع نزع جزيء مية، نزع جزيء مية. يبقى تشتق من الليبيدات البسيطة والمعقدة بالتحليل الماء. يبقى الليبيدات المشتقة، ودي تالت نوع النهاردة، بنقول تشتق من نفس اللفظة
مشتقة آخر كلمة قلتها. إذا تشتق من الليبيدات البسيطة، الليبيدات البسيطة والليبيدات المعقدة، والليبيدات المعقدة بالتحلل المائي، بالتحلل المائي. في عندي الأمثلة بتاعتها الكوليسترول وبعض الهرمونات. مثال الكوليسترول بنسمع عنه كتير خاصة في كبار السن، يقول الكوليسترول عندي عالي أو منخفض، كوليسترول وبعض الهرمونات. بعض الهرمونات، الهرمونات المثال اللي عندي الاسترويد، هرمون الاسترويد. طيب بالنسبة لأهمية الليبيدات، طبعا احنا قلناهم في الحلقة الماضية، قلنا ثلاثة منهم في الزيوت والشموع والدهون، فهنجملها كده مع بعض. أهمية الليبيدات، أهمية الليبيدات طبعا رقم واحد مصدر هام للطاقة، مش سريع بقى زي الكربوهيدرات، مصدر هام للطاقة. ولكن في معلومة لازم نقولها هنا ونركز عليها شوية، أن الجسم لا يستفيد من الطاقة الناتجة من الليبيدات إلا عند غياب الكربوهيدرات. يبقى الكربوهيدرات لما تغيب بنبدأ ناخد من الطاقة الناتجة من إيه؟ من الليبيدات. يبقى الوقت هنا تعتبر مصدر هام للطاقة، ولا يبدأ الجسم في استخلاصها، ولا يبدأ الجسم في استخلاصها والاستفادة منها إلا بعد غياب الكربوهيدرات، كربوهيدرات. طبعا مقدار الطاقة اللي جاية من الليبيدات أكبر من مقدار الطاقة المستمدة من نفس الكمية من إيه؟ من الكربوهيدرات. دي رقم واحد. رقم اتنين بناء الخلايا، بناء الخلايا، بناء الخلايا. بيقولوا إن حوالي 5% من المواد العضوية اللي في الخلية، من المواد العضوية الداخلة في التركيب، الداخلة في تركيب الخلية من الليبيدات، من الليبيدات. يبقى دي معلومة مهمة، 5% من المواد العضوية من الليبيدات. تمام. عندي برضو الفوسفوليبيدات، ما ننساش فوسفوليبيدات، لسه متكلمين عنها دلوقتي في الليبيدات المعقدة. بنقول بتدخل في تركيب الغشاء البلازمي، الغشاء البلازمي في ايه؟ في الخلية. دي حاجات برضو ايه مهمة نركز عليها. بالنسبة لبعد كده قلنا تعمل كهرمونات، تعمل كهرمونات. ثلاثة تعمل كهرمونات زي الاسترويد. ونركز بقى على التلاتة اللي بعد كده، يعني رقم أربعة ورقم خمسة ورقم ستة قلناهم. قلناهم فين؟ قلناهم ساعة ما جينا نتكلم عن الزيوت، يعني يغطى بها ريش الطيور، يغطى بها ريش الطيور. وقلنا التعليل بتاعها حتى لا تعوق حركتها، الطيور المائية حتى لا تعوق حركتها أثناء الطيران. يغطى بها النباتات الصحراوية، يغطى بها النباتات الصحراوية عشان تقلل الفاقد من عملية النادح. برضو بنقول يخزن، يخزن تحت جلد بعض الكائنات القطبية زي الدب عشان تعمل كعازل ايه؟ حراري. يبقى دي الأهمية اللي عندنا بالنسبة للليبيدات، ومهمة بصراحة. ويوم ما شرحنا الزيوت والدهون والشموع قلنا التلاتة دول بنكتبهم في أهمية الليبيدات زيادة إلى مصدر هام للطاقة وبناء الخلايا، خاصة الفوسفوليبيدات اللي بتدخل في تركيب الغشاء الإيه؟ البلازما. عندي إزاي نكشف عن الإيه؟ الليبيدات. يبقى عندي كاشف سودان أربعة، كاشف سودان أربعة، ده اللي بنكشف عن الليبيدات في وجوده. يبقى يستخدم كاشف سودان في الكشف عن الدهون، خلاص، حيث يتحول، حيث يتحول إلى اللون الأحمر في وجود، في وجود الدهون في الأطعمة، وجود الدهون في الأطعمة.
نركز في الكلام كده. يبقى كشف سودان بنستخدمه في الكشف عن الليبيدات بصفة عامة، حيث يتحول إلى اللون الأحمر في وجود إيه؟ الدهون، في وجود الدهون. دي كان آخر حاجة في حلقة النهاردة. إن شاء الله ما ننساش الاشتراك في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا عشان يوصل لنا كل جديد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.